السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني بعد التصريحات، يعني في تصريحات في فيفري مارس ابريل ماي، انا في نقولوا التصريحات في 3 أشهر التي مضت، تصريحات من الاعلاميين والناس النشطاء في الفيسبوك بلاكو 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 موتسيبي قالنا وفلان قالنا والصحفي الفلاني قالنا وحاج ديوب جا قالنا بلي نتوما ناس منا طاف الهضره الحيحايه. الميت قال لك المندبه كبيره والميت فار، المندبه كبيره والميت فار. كنا نقول لكم فيها ملي كنتو ديروا في التصريحات نقول لكم المندبه كبيره والميت فار. كاش عطنا نظام 2025 ما عندكش، مش قضيه احنا ما عندناش ملاعب ولا ما عندناش طرقات ولا ما عندناش كاين كلش مكاش. هذه هي وحق له ذاك النيوفا هذوك لكم دايرين المشاور لصقوا نيوفا صح تاع صح. انا نقول لكم لو كان جات الكاف تخاف منكم، لو كان جا الاتحاد الافريقي خاف منكم، كلهم خرجوا العقوبات كلش ماشي يخرجوا يدك. راه في مجال الدراسه، بنادم داخل المنشار ويقول لك في مجال الدراسه، كاينه دراسه واحد رفد شاف الدراسة كي غادي تدرسو تقول له بلي بغا يقطع الحديد هذا راه يبيع في الحديد شان تاعش دراسة. لو كان جيتو لو كان جيتو هذي غير مثال، لو كان جاي يخافو منكم زعما عندكم بوان كبير وتعاقبو وديرو كيما قلت كيما دار الاخر كيما دار القجع تدي الطيارة نفوت الطيارة تاعي واش دير؟ اش غادي دير؟ ما ديرش صح. غرق هذاك موتسيبي هوده حنايا. وين التصريحات؟ اين هي التصريحات زويزف وين قال لهم ملف جدي للغايه واودعت يعني وين للغايه واودعته الجزائر الاحتضان كان 2025، ما كناش نسمعوا 2027 يعني من بعد ولينا نسمعوا 2027 وبطالين هذاك اللي قال اللي كان باقي 10 ايام للكوب دي موند وقال لكم الفيفا مازال ما ردت الناس. للناس جايين بيصوموا هو قال لهم لا عندنا رخص باش تفطروا باش تاكلوا رمضان نورمال علاني، يبا ياكل ياكل حريه الشخص في رمضان. وين حل رئيس يعني وين شأن رئيس الاتحاديه وين قال لك ضيف على كانال الفوت الذي يبث في قناه كانال لانجيري الناطقه بالفرنسيه وين تكلم يعني وين تتكلم نقول لكم تكلم لو 8 لا تكلم لو تكلم 29 جانفي هادي تكلمها هو وين قال لهم احتضان نهائيات منافسه كاس امم افريقيا لسنه 2025 وين ملف يعني وين على الملف ترشح الجزائر. وين وصف رئيس الهيئه الفاف زويزف ملف الذي اودعته الجزائر لدى الاتحاد الافريقي لكره القدم في سباق تنظيم كاس افريقيا 2025 بالملف القوي والجدي للغايه. سمعتوا نتوما 2027 مقبل قبل الخميس هذا اللي فات مقبل ولي الرول كنتو تسمعوا 27 ما كنتو تسمعوا 27 سمعتوا 27 باللي ملف عندنا ملف 27 كنا نسمعوا ملف 25 واو لا قال لك في سياق ما هي المواضيع 63 التي يحتويها الملف الجزائري خاص وين خاض سويزف بالذكر الجانب الاجتماعي والاقتصادي والرياضي وحتى السياسي منها وتبع المتعدد في كشف تفاصيل ملف الذي وصفه بالجدي للغاية مؤكد أنه إنجاز من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم وصفه إياه بالملف الجزائري 100%. بصح احنا الناس خرجتها انتم سمعتوا اي جيبوا لي تصريح واحد
تصريح واحد من عند البنين ولا عند نيجيريا ولا رئيس اتحاد تاع زومبيا ولا رئيس اتحاد تاع المغرب، جيبوا لي تصريح واحد يهضروا باللي حنايا البيلف تاعنا قوي. جيبوا واحد، جيبوه. هاولي باغي يدير ما يهدرش، جيبوا نتوما كون جبتوا لنا، والله العظيم جيبوا لنا. بالك نتوما تعرفوا خير منا كون جبتوا لنا نتوما. هاس راحت الكاس الشعب ستاد يا ودي نتوما ذا كاشيه، والله ما يسعها كاع. انا نقولكم هنا شي قال لك وين راهي الهضره تاعك؟ قال لك ومن خلال تصريحات اعلاميه اتفق غالبيه مسؤولين لهيئه الكاف وفود منتخبات عده التي شاركت في البطوله القاريه على ان الطبعه السابعه للنهائيات الشان تعد الافضل منذ انطلاق المنافسه. واكد الكثيرون من فئه السب ذكرها ان الجزائر اثبتت بتنظيمها الباهر لمنافسه الشان انها قادره بكل جداره واستحقاق على تنظيم نهائيات منافسه كاس امم افريقيا سنه 2025. وهذو على ما يعاودوش يجوا، حنا على بالنا بلي هضرتنا تضركم شويه، بصح هذه هي الحقيقه على ما يعاودوش يجوا. هيا قولوا لنا على ما يعاودوش يجوا، وين راهم؟ وين راهم موتسيبي؟ وين راهم هذو؟ وين راهم؟ غير قولوا لنا وين راهم؟ وين راهم؟ هيا قولوا لنا وين راهم هذو اللي قالوا اللي كان ما كاش اللي جاز. نسولكم امين العام ما يفوطي، ما عنده قرار، ما عنده والو، هذاك يحوس كاش ما يعطيكش من لهنا، ما يدي دراهم ويروح فينك. على الجاي يحوس على الدراهم يدير في جيبو ويقلع يروح، خاطش كلا هذاك الدراهم منا من الجزائر، كلا ضربه تاع مين كان يخدم في الفيفا، الطابع تاع الفيفا وفي سيد المارك. بين كوسيلا ولا ما كيعيطولو، قربها بتوع المشاهد العزيز يشوفها، قربها. ولا صح ولا ماشي صح؟ اليوم جايين انا جاي تغني عليا انا، وين راهم التصريحات تاعكم؟ وين راهم؟ غير يقولوا لنا وين راهم التصريحات تاعكم؟ نسكتوا ولا نسكتنا، والله ما نهدر. تصريحات وين راهم تاع الاعلام؟ نتحداكم بالواحد، خاطر كنتوا تكذبوا فينا، حنا نقولوا لكم يا ودي راكم غالطين. علاش تكذبوا على الشعب؟ تعاودوا تدوروا تلعبوها منيرفين ومنوعوا با تعاودو تدورو بلي ودي عندنا اتحادية ضعيفة، اتحادية ضعيفة رانا من 2017 ما عندناش اتحادية هنايا، اتحادية تاع 2017 جات لجني الثمار أموال قعدتهم، ولي جاو موراها راهم يخلصو، جاو فين يقراو لي زافير تاعهم، مكاش واحد، مكاش أبار كاين شاب الدين عمارة، بصح شاب الدين عمارة عام وقلب، يعني وين ولاو؟ يعني كل عام يدبروا عروسه للمقدس تاعهم، كل عام يدبروا عروسه للمقدس تاعهم. هذه هي سيدو، دبروا كاش واحد ولا طلعوا كاش واحد ولا يمكن تطلعوا تزيدوا تطلعوا لنا كاش واحد عروسه واحده اخرى، يمكن تطلعوا عروسه واحده اخرى، يعني بكل تاكيد انا متاكد بلي غادي تطلعوا كاش عروسه. هذه هي والله العظيم. لا اي مازالكم بزاف عشا مازالكم، خاطر كاع كلام شعباوي كنا نقول لكم، كاع كلام شعباوي كنتو تهضروا فيه، واليوم بان انت خطيكم الكلام الشعباوي. خدموا برك وما تزعقوا، السكوت افضل، اللي با يخدم با يهدر سيد، اللي با يخدم با يدير ما يهدرش كاع. اشو الناس ما هضروا ما والو، فيفا الاتحاد الافريقي خلاو الاتحاد الافريقي برد كلش، قاسي كلاسو، وكنا نقولو لكم بلي هم قايسين كلاسو، برد كلش، يعني صايك سي بون، وعاد يروح يدبر على روحو. وي فركت السوق، ها فركتو لكم السوق نورمال عادي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معاكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي صحيتو.